لاجل المطالبه لحريه القائد عبد الله اوجلان. ببي بنيين ينشر نيساني روجا روج بنا ساروك ساروك نتاوي لها مو كرد بيروز دكن هي فيا ما كو صالا بي ساروك ما رزقار ببا قال ما ازاد ببا سوياك سيسيا دا حزار وبستو ياك بيجي ساروك ابا بيجي من أجل إطلاق سراح حرية قائدنا العظيم مفكر العصر الجديد القائد عبد الله أوجلان وتخليصه من سجن العدوان التركي المحتل. وعلى عهدنا لك باقون متمسكين بالمطالبة بالحرية بحريتك والدفاع عن أفكارك وقيمك العفيفة، ولا نخشى على أرواحنا شيئا في سبيل تقديم كل ما نحن عليه قادرون للوقوف بوجه أعداء الإنسانية. قال شعبنا في فلسطين كل غصن زيتون سينجب زيتونا ومحال أن ينتهي الزيتون. الحرية لقائد الحرية لقائد الشعوب والفكر، ويسقط الطغاة المتآمرون. الحرية للقائد عبد الله أوجلان. بالروح بالدم نفديك أوجلان. هو من ولادة الدولة التركية ومن أراد دفن هذا الإرهاب الفيلسوف عبد الله أوجلان بفكره الحر. فعلى الجميع أن يعلم بأن اليوم نحن نساء الرقة جميعا سنصنع من أنفسنا مرافعات ومدافعات للمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان عاجلا أم آجلا. عاشت مقاومة قائد الحرية وفيلسوف العصر عبد الله أوجلان. لا للمؤامرة الدولية على القائد. إدارة المرأة في الرقة 31/3/2021. بالدم نفديك أوجلان. بالدم نفديك أوجلان.